Ching Chang Chong, ça a pas aidé. Il parle en thaïlandais, ça a pas aidé. Tu t'es mis dans la merde, tu as pas idée. Ah, il t'a mis les menottes. Ouais, 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 tu réponds plus au poteau. Ouais, 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 il fait le fou, il fait le maquet. Ouais, 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 on boit toute la night. Tu attends son appel, ah, il t'a mis les menottes. Ouais, 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 tu réponds plus au poteau. Ouais, ouais, ouais. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله الوالدة ديالي غتقدم لينا المسمن الخضراء مع لدند، ونتمنى يعجبكم. نخليكم معها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ بخير لاباس. كنقدم لكم هذا المسمن ان شاء الله. درت زلافة ونص ديال دقيق الفرص، درت كاس ونص ديال السميدة الرقيقة. بسم الله. بسم الله. كنشدو الخميرة، كنرقدوها في الماء، الماء دافي. شويه ديال الملحه. بسم الله. شويه ديال الخميره. خميره الخبز ياك؟ خميره الخبز. غنخلطوا هاد الدقيق ديالنا، نحشيوه بحال دابا. هاد العجينة ديالنا عجناها، نخلوها باش تطلق. بسم الله. كنحتاجو فهاد الحشوة ديال المسمن، ديال المسمن كنحتاجو البصلة، شلضة، كنحتاجو واحد كورجيطة محكوكة، كنحتاجو زازار محكوك، لدان قطعناه، قطعناه طروف صغار، الزيتون حتى هي قطعناها، قزبور المعدنوس، الفلفلة الحارة قطعناها حتى هي. بسم الله على بركة الله. غنديرو نضيفو شوية زيت العود، غنضيفو البصلة، مع الماكينة طحنت فيها فلفلة حارة ودوزت فيها البصلة، داكشي علاش كتبان فيها الفلفلة. غنضيفو عليه معلقة الحبق البلدي، غنضيفو شوية الزر، غنضيف معلقة ديال الملح، غنضيف معلقة ديال الحميرة، غنضيفو لدان،
ونضيفوا ليها الدرعه ونحركوها مزيان ونحركوها مزيان. من بعد غنخوى بها الجزر ونضيفو عليها الزيتون ونضيفو عليها الفلفل الحارة ونعملها شوية حيت هي فيها الحرور كيكون فيها المذاق، حيت حنا ما عندناش الهريسة استعملنا الفلفلة، اللي عندو الهريسة يستعمل الهريسة. القزبور والمعدنوس. من بعد العجينه ديالنا عجناها خليناها تطلق، ومن بعد الحشوه ديالنا طيب ونخلوها تبرد ونعمرو المسمن ديالنا ان شاء الله. دابا نمشيو للعجينه ديالنا ان شاء الله. بسم الله. ها القزبور ديالنا والمعدنوس كيعجبني انا، كنلخر كنحطو كيكون لونين خضر كيعطي المذاق زوين. دابا غنطفو عليها باش تبرد نحطوها هنا باش تبرد. بسم الله. تبرد ان شاء الله. نحطوها في المسمن. تبرد مزيان. غنرجعوها خويرات. صافي حطيناهم. رطبين. ها الحشوه يا البنات خليناها تبرد، وكما العاده الوالده ديالي ما كتفرقش مع الحار. ها هو دابا غنجيب ليها الزبده. هنا خلطنا يا البنات، خلطنا الزيت ليسيور مع الزيت العود. ها الكويرات ديال العجينه خليناهم يرتاحوا واحد 6 دقائق. هنقطعها كما هكا المسمنه ونديرو فيها الحشوة. نديرو ليها شوية الفرماج. نردو هاد القند كيما هكا. نديرو ليها شوية الزبدة من الفوق شوية. ونردو هاد القند الأخرى. نردو هادي كيما هكا. ماشي مشكل الا تقطعات. نردو هاد القند ونردو هاد القند الاخرى ونردو هادي كيما هكا.
غتورقوها بحال هكا اما هكا تكون رقيقه وغتقطعوها وديروا الحشوه ديالها والفرماج شويه الزبده وغنرطو هاد الطاخره كم طيبه دغيا حيت كتنقل العجينه ها المسمن ديالنا دابا موجود ها هو مراق وزوين شهوه منه مقرمش